ايش هذا؟ عادي، بس انت شوي في النهاية لا تخافي عادي. هلا والله، كيف حالكم؟ شو طيبين؟ انا اسرار، واليوم اليوم حنكمل السلسلة حقت الميك اب ارتست اللي غيروا لي وجهي. اليوم رايحة على ميك اب ارتست اسمها رندا الناخبي، حتكون في جدة، فعشان كذا مرة متحمسة. هذه الشنطة الصغيرة هذه اخذتها بمناسبة يوم عيد ميلادي من الشوغر دادي حقي اللي هو ده. لو تسأل ايش حاطة فيها، كل شيء. سوبر كيوت. اوكي، طبعا كويس اني اخذت شاور قبل ما اخرج لان حسيت شاوي. الان حنروح ناخذ ساره اختي من الجامعه. يلا. قاعده اقول لي ساره هذا من شيئين. دقيقه، هذا من شيئين مره حلو، يديكم زي التلت، حطيته عليها تقول ايش اللون ده. عزيزتي شايفه الفرق؟ والله يجي، والله حلو عزيزتي، شايفه والله حلو. ادمجي على شفايفك الحلوه. صار واضح انه مع الصباح ساعة في الجامعة، انا مخنوقة بالكمامة. طبعا اخذنا قهوة من هنا من بون، صارت تقول مرة طعم، وحناخذ دونت من هنا. ام سوري رندا، هذا اللي نقدر عليه. طب ليش شمك؟ طيب قاعد احط الكاميرا. شو هذا يفتح النفس؟ مو زي ده حرانين. شمك. سارة It's not supposed to be here. مسكرة حارة، كيف تبرد؟ حاطين مسكرة في السيارة. اوكي جايز، وصلت دوبي على الاستديو حقها. طبعا ما شاء الله يجنن، احنا اوريكم هو. اوكي، هذا هو الاستديو، هذه رندا، هذه اللي حتسوي الميك اب اليوم. الله يعطيها العافية، يعني ما شاء الله التجهيزات. شوفوا شوفوا كيف شرفتيني يا عمي، كاني داخله ديزني لاند. هنا تسوي للزباين صح؟ اي هنا. أي. اوكي، في تسريحه كبيره وتسريحه صغيره، يعني اللي يعجبكم. لانه هنا قسم الميك اب وهنا قسم التاسيس. تاسيس. اي هنا قسم بس للاساس. طب حلو، وانا عجبتني الاطاءه دي اللي شفتها في التيك توك، اقول لنفسي اللي في التيك توك، قالت لي ايوه. بعدين هنا قسم انتظار، وهذا يا رندا اللبس. ما ترى سوت، انا عندي اليوم مناسبه وقلت ايش بسوي لوك كلاسيك، فحيكون هذا السوت وقبعه وهذه الطرحه. فا ايش الميك اب اللي حتعملي لي اليوم؟ لي خلي طوبيات على روج احمر، روج نود، حنشكل يعني حنسوي حركات كده حلوه. ايوه تعجبك ان شاء الله، حننبسط مع بعض. تحسي الطوبيات ممكن يمشي عليه صح؟ اي اكيد، لانه عندك شويه تبطين في عينك، فالافضل انه طوبيات. احنا حابين نعمل شيء مره حلو يناسب فيسك، وفي نفس الوقت تطلعي انت مقتنعه بنفسك انه هذه انا اسرار. اوكي سو حنبدا، وحاسالها كذا سؤال وهي حتجاوب. حسلك سؤال اكيد حتكون معنا في الصوره. ايوه حسلك مره سؤال. ما عندك مشكله عادي، ما حغشش حتى. ايوه نسيت اقول لك، ترى على البحر. ما هي مشكلة، على البحر حنسوي لوك صيفي. ما حيسيح الميك اب؟ لا. يلا ليتس جو. وي سو كيوت. اوكي هذا انا دائما استخدمه، ف بليز. تدري يا رندا انا ما استخدم برايمر على وجهي. ها؟ ما استخدم برايمر. ايش بشرتك؟ دهنية. ليه ما تستخدمين برايمر؟ هو انا ما احب استخدم برايمر لانه احس ما له داعي. لا، في برايمرات مختلفة، ما في شيء اسمه ما له داعي. برايمر يحمي بشرتي من الفنديشن. يحمي بشرتك من اي فونديشن، ممكن فونديشن يكون مو تمام، ممكن يكون متايق. البرايمر هذا اولا يحسن من بشرتك، وثانيا انه يخلي الفونديشن ثابت معاكي. ممكن اقتنع، لان حتقتنع ان شاء الله. قد ما دخلوا لي ناس كثير نحن نمسك. اول شيء حنبدا بالتاسيس، هي عندها مساعدتها صح، التنت اللي حطته. فعندها وش المساعدة حقتها، حتسوي للأساس وبعدين هي تبدأ في العين. اوكي سو بدينا بالاساس، طبعا حطيت البرايمر، وانا قلت لها انه انا ما استخدم، بس هم يعني بالنسبه لهم ميك اب ارتست يكون مره ضروري على قوله يحضر البشره ويحمي البشره. انا نو جايز، اكتبوا لي اراكم على البرايمر تحت. سو استخدمت لي هذه البرايمرين من ميك اب فور ايفر، وبعدين حطيت لي من ذا الكريم اللي احبه عاشقه، هذا الكريم من كيلز. الصراحه انبسط لما الناس يعرفوا عنه لانه مره حلو، ترطيبه مره يجنن. بعدين حطيت لي البرايمر الثالث اللي هو برايمر برتقالي برضه من ميك اب فور ايفر. سو حاطت لي هو تحت عيني وتحت شفايفي ما ادري ليه. وبعدين جابت كريم اساس، لا كريمين من نارس. طبعا كانت تشوف اللونين ايش اللي تختاروا، قلت لها ادمجي مسوى وشوفي كيف.
بعدين سألتها قلت لها كيف تسوي للعروسة يعني إيش نوع الأساس؟ قامت قالت لي على حسب بشرتها، يعني مو لازم أساس معين مثلاً أساس تقيل أو خفيف، قالت لي لا على حسب بشرتها. بالنسبة لبشرتي قالت لي إنه عادي إنه يكون خفيف. يا أحس دحين فونديشنات تطورت يعني حتى شيئين منزلين فونديشن، بس أنا ما أدري ما عجبني. بعدين قلت لها تنتبهي مرة على البلوفرات، لأنه البلوفرات عندي مرة تتوسخ بسرعة جهة الهودي لما أحط كريم أساس أو لما أحد يمكجني، يا أخي مرة تنرفز عشان كذا ما صرت أحط كريم أساس. إيش كذا في موقف تحس؟ لا قولي من جد عادي. أفتح شيء في الحياة مرة كثير جدا. طيب إنه هذا شيء هيأثر على شغل رندا، هيقول لك كذا شوف الفكرة حق البنت. يعني بس ممكن حد شيء قديم، يعني الناس اختلفت الان، تبغى اللي يناسبها يناسب لون بشرتها، او حتى الميك اب ارتست هي ايش تختار لها. يعني افتكر سلي موقف في محل مره مشهور، كان اللي بيع لي رجال جاء وقال لي هذا اللون ما يناسبك، اقول له طب هذا يناسب وجهي، يقول لا ما يناسبك. انت على اي اساس حكم؟ هو ممكن خبرته كواحد بيع في المحل، بس انا خبرتي يعني انا اعرف وجهي اعرف لوني ترى. anyway كنت سويتي ذاك الميك اب القديم اللي لينا الاذن؟ طبعا موجود في الشارع وكمان بالصوص ويلي وكمان كانوا يحطوا فوق حاجبها. امانه طليت وطليت والله طليت. لا تنفجعي اوكي؟ مشكلني ياك مشكلني روحي ما مشكلني. طيب خلصنا من شغل الفانديشن والبودره، شوف ايش حاطه، شوف الالوان الوان الصيفيه. هي على فكره ترى صلحت حواجبي بعد هذه المره، يعني رسمتها بس على الخفيف. وسألتها إذا في عروسة قد مسحت ميكابا عندك، قالت لي لا، بس صار لها موقف كرهت أم الشغل. تقول في بداياتها إنه في زباين، أربع زباين سوت لهم مع بعض وراحوا لقسم الشعر، كانت عيونها مرة تدمع، فتخيل إنه ما مسحوا الدموع اللي نزلت وخربت الميكاب كله وخربت الفونديشن، خربت الدنيا كلها، لدرجة إنه بعد ما خلصوا من الشعر كأنه ما حطوا ميك اب. فتقول إنها كرهت الميك اب والموقف ده كله مرة جننا. بعد هنا دخلت على الشادو، دخلت إنها تفرد لي لون واحد لأنه زي ما قالت على طوبيات، بس طريقة الفرد حقتها كده اللي على فوق كده ما أدري، خلني أشوف النهاية. سو قلت لها قد جاتك زبونة هي عروسة بس ما قالت لك إنها عروسة، لأن تعرف أسعار الميك اب تختلف والشعر وكل شيء. قامت قالت لي أدي وغلطي، بس يعني هي أوقات تحزن عليهم لأنه مثلا ممكن يكون عندها ميزانية للميك اب لأنه أوقات يكون أغلى. فبالنسبة لي أنا قريت مرة على موضوع إنه ليش سعر العرايس أغلى، ناس تستخسر إنها تدفع لأنه نفس الميك اب. لا مو نفس الميك اب، يعني حتى هي قاعدة تقول الميك اب ارتست تقول لي إنه ميك اب العروسة يختلف. رأيها قالت لي هو إنه يختلف براندات، لأنه لازم تحط للعروسة أعلى براند هاي إند، وكمان تقول انها ممكن هي تستخسر تدفع في ميك اب وتدفع في شيء تاني زي مباشرات او فستان. بس هي الهرجة انا بالنسبة لي احس انه لا، لازم تسوي باكج العروسة، لانه ميك اب العروسة يختلف، في له كريم اساس، في له تركيز على التصوير. يعني كيف قالوا تغطيتنا حتكون المرة هذه غير؟ كيف يرسلوا لي الاساس اللي تحطه مثلا او طريقة توزيع الشادو او الهايلايت لما في التصوير ترى مره يعكس. اسالوني انا دائما اتصور كل يوم، ترى في اشياء حقيقي بودرات عاديه تستخدموها في النهايه مره تخرب في التصوير. تمثيل بريال. بعدين اشتغلت على المدمع العين، والمدمع هنا مره طولت لانه قالت لي عندك المدمع العين يختلف واصعب شوي، فسوت لي هو بطريقه تناسب عيني، وسوت لي كمان شادو من تحت تقريبا نفس اللون، حددت من تحت كمان. وبالنسبه للرموش اللي استخدمتها قالت لي بستخدم لك حاجه سوري بالنسبه للرموش اللي استخدمتها استخدمت حاجه خفيفه، قالت لي انا بخفيفه لانه الميك اب ابغى يطلع. انا بالنسبه لي انا ما شفتها خفيفه، ما ادري يمكن انا متعوده على الميك اب اليومي ما ادري، بس اكتبوا لي اراكم تحت. طبعا اللون الذهبي اللي اخر شيء اضافته اتوسلت اقول لها بالله تقولي لي من فين، قالت لي انها اخذتها من تركيا قبل الحجر، فمره حلو يعني، بس حاجة خفيفة بس نو طلعت هذا اللون. لا امسكي بسنانك عادي، ايوه دفري شفايفك بس خليكي طبيعي. يا جماعة تأخرنا ترى، لازم اروح على المناسبة دحين وهي رايحة معايا، سو ليتس جو. رندا معك والله فنانة ما شاء الله مرة عجبني، شوفوا كيف لما نسوي زي كذا عارف ابرك حقيقي فاجأتها تمام، حس كذا زي الرعد بس والله جننتها في النهايه، هي تقول بروح احضر اكبر زواج دحين خلاص. بس جايز او ماي جاد، طبعا انا احس الكاميرا ما هي مبينه مره ترى بالتصوير
حق الايفون ممكن يكون احلى. ودحين رايحين مع الشمس في الشمس ممكن في الشمس. دحين نروح البحر يلا. الزواج اللي على البحر اكبر زواج. شيء واحد ما سويناه بس حنسويه هناك في البحر. ليتس جو. علينا الساعة 6:30 وباقي على المكان 22 وباقي على الغروب تقريبا نفس الوقت. اتوقع نلحق ولا لا؟ السيارة ما شاء الله مرة نظيفة. يلا يا استاذ. Guys we made it. جنين المكان. حلو. بعد. Next. الأجواء جميلة مع أسرار أجمل. والله. صراحة حبيت المكان. بس حر. حر أكيد حر. مع الجمال هذا اكيد حيكون حلو. لسه حنوريكم تصوير ثاني بس خلوكم جايز. الصور تجنن. حاحط لكم هي في الانستغرام. هذا حسابي وحساب رندا هنا على السناب والانستغرام. سو يا نختم الفيديو هناك جوا مع اللبس. يلا نشوف مع اللبس حيطلع احلى. او يا Mm-hmm.